Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa aslamu ala subhanahu wa ta'ala an yubilighna wa iyaakum al-hajj wa ikrimna wa iyaakum bil-thajj wal-ajj wa ikrimna bil-khayrat alati yukrim biha khasat man ahbabahum al-mawla subhanahu wa ta'ala nahna wa iyaakum mukbilina ala mawsimin azimin awal ma fih al-ashr al-awail alati la yuhibbu Allah min al-ayam mithla تلك الأيام التي يحب الله سبحانه وتعالى فيها العمل الصالح ما من أيام العمل الصالح فيها أحب من العشر قال ولا الجهاد يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله وأهله فلم يرجع بذلك من شيء هذا الذي لربما يفوق أو يوازي أصحاب الأعمال في تلك الأيام العشر فكيف إذا كان كنا في أعظم الأعمال ألا وهو الحج والحج في اللغة هو القصد وفي الشرع القصد بنية النسك والقصد قصد من؟ قصد المولى سبحانه وتعالى فإذا حججت فأنت تقصد المولى سبحانه وتعالى ولا يقصد المولى إلا من دعاه المولى فإذا دعاك المولى فلا تسأل عن عبد الداعي له الله تعالى في علاه إذا كنا في عرفنا البشري نعرف إذا دعانا رجل غني من الأغنياء لوليمة أننا سوف نخرج بحال مليئة وبحال عظيمة لأن كنا مدعوين عند ذلك الرجل الغني صاحب الغناء الفاحش والثراء الفاحش لابد أن الوليمة سوف تكون جدا عظيمة وما أغنياء البشر بكلهم عند دعوة من رب البشر لذلك الواحد يخرج منا إلى حج بيت المولى سبحانه وتعالى وإلى الذهاب إلى تلك الديار المقدسة والاسم الذي هو موضوع عليه ذلك الاسم الأعلى الأعظم الأجمل الأكرم الذي يلصق بكل ذاهب من هنا خارج إلى بيت المولى سبحانه وتعالى إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة ألا واسمه ضيف الرحمن فالحجاج هم وفد الله الحجاج هم ضيوف الرحمن وإذا كانت ضيافتك على الرحمن فلا تسأل عن قدر الضيافة التي سوف يضيفك بها المولى سبحانه وتعالى هذا معنى من معاني حسن الظن وحسن الرجاء أنه لا يستطيع أن يدخل أحد إلى دار أحد إلا بإذنه فلا يستطيع أحد أن يدخل بيتك أنت إلا إذا أذنت له أو ندخل بيت المولى سبحانه وتعالى بغير إذن منهم فإذا كان هو الذي أذن لنا بالدخول إلى بيته فكيف سوف يكون عطاؤه وفضله وكرمه هذا يعطيك سعة في المشهد والسعة في استعداد لحسن الاستمداد من رب العباد هذه التهيئة النفسية تجعلك تقبل على المولى وأنت حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وقد جاء في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء فظننا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي دعانا وإذ دعانا المولى سوف يكرمنا وسوف يغفر لنا وسوف يرحمنا وسوف يعفو عنا لأنه هو الأكرم والأرحم وهو الغفور وهو الودود جل في علاه سبحانه المولى وتعالى هذه النفسية الجميلة هذه النفسية العظيمة تبدأ تهيئ الإنسان للذهاب إلى الحج وعنده نية جديدة أن يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن أناس صادقين يحبون الحج يحبون قصد بيت المولى سبحانه وتعالى سوف يذهبوا إلى الحج لربما بذنوب أمثال الجبال ويرجعون منها كيوم ولدتهم أمهاتهم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه الله صحيفتك بيضاء نقية صافية ما عليك بعد ذلك إلا أن تعيش حلاوة وإذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرد الله أرسلك للحج وبإذن الله سوف يرجعك وأنت مغفور الذنب والكريم إذا أكرم يعامل بالكرم واللئيم إذا أكرم يعامل بالتمرد أنا وأنت أسأل الله أن يجعلني وإياكم وأنت كذلك من الكرمة
الذين نحسن معاملة المولى هو يغفر لنا هو يرحمنا هو يحبنا هو يتفضل علينا ينبغي أن نعامله بالكرم بأن لا نعصيه بأن نتوب إليه توبة صادقة نصوحة بأن نكرم بأن نعيش حلاوة ما عشناه في الحج من صدق وقراءة قرآن وقيام ومعاملة مع الله تعالى في علا وترك لكثير من شهوات الدنيا وغرائزها وملذاتها وتعلقاتها كلها تركنا لها حتى ثيابنا التي نلبسها نزعناها للمولى سبحانه وتعالى أشياء كثيرة تركناها للمولى الترك الظاهر ينبغي أن يوافق الترك الباطن لعل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا كذلك بحديث آخر نتكلم فيه عن معاني الترك الظاهر والباطن أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يتقبل مننا ومنكم الحج ويجعله حجا مقبولا ويرجعنا وإياكم إلى ديارنا مغفورين الذنب موفقين لكل خير مصروف عنا كل شر اللهم آمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.